يبقى معنا بدر هالركابي من بغداد. مرحبا بك يا بدر، كل عام وأنت بخير. كيف بدت بغداد بعيدها؟ نعم أحمد، كل عام وأنتم بألف خير. عيد مبارك عليك وعلى جميع الزملاء والسيدات والسادة المشاهدين. مثل ما تعرف أنه أجواء العيد حاليا بذروتها، وإحنا نتحدث عن ساعات الليل. تعرف العوائل البغدادية قد ما تطلع وقت النهار، بالتالي تكثف من خروجها بعد المغيب. اليوم إحنا متواجدين بأحد الأماكن الترفيهية اللي موجودة بغداد، واللي هي حال أغلب الأماكن اللي موجودة بالعاصمة. تعرف أنه الجو قد يكون لطيف، ماكو ارتفاع بدرجات الحرارة، بالتالي هذا اللي يخلي اليوم العوائل تلجأ للأماكن اللي مفتوحة زميلي أحمد، وبالتالي هذا اللي يخلي الناس اليوم تكون حاضرة بأغلبية المناطق اللي تكون ترفيهية وتجمع العوائل، وبنفس الوقت تكون الأجواء مفتوحة نتيجة لأنه الجو يكون جميل. أغلبية مناطق العاصمة بغداد خلال تجوالنا شاهدنا أكو كثافة، أكو حركة، خصوصا بالأماكن الرئيسية. تحدثنا عن المراكز التجارية المهمة، الأماكن الترفيهية اللي موجودة بالعاصمة. أغلب المناطق اليوم زميلي مكتظة بحركة المواطنين، وهذا واحد من الأماكن الترفيهية اليوم اللي موجودة وأيضا مزدحمة. نقطة أيضا مهمة أحمد نتحدث عنها، أن الخطة الأمنية اللي متعلقة بعيد الفطر بعد اجتماع وزارة الداخلية فيما يتعلق بتنظيم هذه الخطة اللي حصل يوم الأربعاء، أبرز مخرجات هذا الاجتماع كان أنه عدم قطع الطرق، وأنه أكون مرونة بتعامل القوات الأمنية، وكذلك حتى بكثافة وانتشار القوات الأمنية. هذا من شاهده حاليا نحن ونتجول، خلينا نسترسل يعني زميلنا محمد، نشاهد أنه أكو عدم قطع للطرق زميلي أحمد، وهذا اللي خلى اليوم أنه العوائل متواجدة بشكل أكثر. طيب وتتواجد إذن أماكن مكتظة كما قلت بدر، للشارع وتقضي كل عام أجواء وأنت بألف خير العيد. بداية يا حلا بدر، يعني حدثنا عن حركة المرور إلى جانب هذه الأماكن الترفيهية والتجارية المكتظة، حركة المرور في العاصمة بغداد هل تسير بإنسيابية أم تشهد ازدحاما هي الأخرى؟ يعني قد تكون بعض الأماكن المركزية بقضية توافد أعداد المواطنين، كانت منطقة المنصور الكرادة بها نوع من الزحامات، حتى ما نتحدث ونوصل الصورة وكأنما هي صورة وردية، لا، هناك بعض من الزحامات المرورية، لكن مع ذلك أكو مرونة بتعامل رجالات المرور. خلينا نقترب من أحد العوائل البغدادية اللي موجودة وأيضا نسألهم بخصوص حركة المرور. السلام عليكم. السلام عليكم. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. عليك وعلى أمة محمد إن شاء الله. الزملاء بالاستوديو يسألون بخصوص حركة المرور. أول شيء تفضل استريح. تفضل. شلون تشوفون حركة المرور؟ شلون تشوفون حركة المركبات؟ أكو ازدحامات؟ والله يا سيدي الكريم، يعني أنا من سكنة بسماية، مجمع بسماية. يعني جينا من بسماية لحد هنا ما لقينا أي عراقيل بالحركة. حركة سير يعني حقيقة يعني تفاجأت بأول عيد أشوف حركة انسيابية وسلسة وسهلة. الأجواء بسبب الجو ماكو ارتفاع بدرجات الحرارة، خلى الناس أنه هي تلجأ للمراكز الترفيهية المفتوحة، خلى الناس أنه تتوافد وتطلع أكثر خلال أيام العيد. أكيد هذا أكيد، وأنت لا تنسى حضرتك يمكن شهر كامل العالم شوية خلينا نقول تعبدت طقوس، فبالعيد يحبون ان احنا العوائل العراقيه دائما نحب ايام العيد يعني نرفه عن العائله، شهر كامل عندهم شويه عباده او فتره. سألت لهم عيديات؟ والله قطوني هوايه. اسالهم هوايه هوايه. اي والله اخذتوا عيديات؟ اي اكو اللي يرضيكم؟ اي شنو امنياتكم بالعيد؟ أكبر أمني أنه هو الأمن والسلام للعراقيين. هذه دعوات العامة، الخاصة شنو؟ يحفظ لي عائلتي. لا نقدر نتدخل شوي. يحفظ لي عائلتي. العائلة الله يحفظك إن شاء الله. هي هذه الأجواء البغدادية، اليوم شفنا أكو فعاليات هواي بأغلب المناطق. نعم. تشوف أنه أكو فرق، حتى المحافظات متواجدة اليوم. والله يا سيدي الكريم أنا أقول لك شغلة واحدة، إحنا الشعب العراقي شعب يحب الحياة والفرفشة، بغض النظر عن الأشياء السلبية اللي دا تصير، بس صدقني صدقني يعني إحنا نسأل ونتمنى من الجهات العليا والجهات اللي مسؤولة على هالبلد والحكومة
نريد من عندهم بس يلتجئون وعينهم على هذا الشعب. نعم بدر. شعب عانى ما عانى. فإحنا صدقني أي فرحة تشوفنا نركض على عيني وعلى رأسي. مبارك. نعم حلا عفوا. هذه هي الأجواء اللي موجودة بالعاصمة وأغلبية الناس قد ما تبتعد أيضا عن المطالبات للجهات المعنية أنه يكون الوضع أفضل. قد يكون الوضع بتحسن نوعا ما يعني يوم بعد آخر، لكن مع ذلك مطالب الناس أنه تكون الأوضاع أفضل وأفضل من اللي موجود حاليا. نعم شكرا جزيلا مراسل التغيير بدر ركابي، كنت معنا من أحد أماكن الترفيه في بغداد، شكرا جزيلا لك.